السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. أصدقائي، رجعت لكم بشرح جديد، وشرحنا اليوم أن اللمس البطيء وتعليق الجهاز وحل جميع المشاكل. بس قبل ما نبدأ بالشرح، يا ريت اللي ما نوم يشترك يشترك ويفعل زر الجرس ويحكم لايك لهذا الفيديو. وما ظلنا شي، نوصل ألف بتنامتكم، وبنباشر الشرح على بركة الله. أصدقائي، أول شيء نتوجه للضبط. نروح لحول الهاتف، معلومات الإصدار، معلومات البرنامج عفواً. نضغط على رقم الإصدار 7 مرات متتاليات مع بعض، هيك تفعل معانا خيار المطور. نضغط على خيارات المطور، ننزل لتحت، ندور على شيء اسمه الرسومات المتحركة. تمام يا أصدقائي، حجم الرسوم المتحركة راح أورجيكم الإثبات، يعني إذا الجوال جوالك يعلق كثير فهذا هو الشرح والحل المناسب. شوف كيف شلون صار بطيء جدا 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 جدا، شوف بطيء أقصى حد، يعني كأن جوالات أيام زمان وأقدم كمان. شوف يعني أي شيء تتوجه لأي شيء يظل بده 5 دقائق تفتح معك. فكيف راح نحلها؟ مثل ما تشوفون يعلق كثير. أول شيء إذا جوالك مع خيارات وحجم الرسوم المتحركة ضرب 1، حطه ضرب 5. تمام، مثل ما تشوفون انحلت معانا وصارت الجوال زي الصاروخ مثل ما تشوفون، مثل ما تشوفون أمامكم. كمان فينك تلقي الرسوم المتحركة، تلقيها على خير، يعني تحط إيقاف الرسوم المتحركة. تمام يا صديقي، مثل ما تشوف صار زي الصاروخ، يعني أسرع من هيك ما في. ثم تشوفون ولهم بكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى إذا عجبكم هذا الفيديو واستفدتم من هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.